الحقيقة يمكن امبارح الحقيقة كان هناك تطبيق لقرار اللجنة الفنية الخاصة بالتسعير التلقائي لمنتجات البترولية، ويمكن كان أحد قرارات اللجنة هو زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ أكثر من 30 شهر، حيث زاد سعر السولار بمقدار 50 قرش لللتر. ويمكن الموضوع ده وإحنا بنتابع كحكومة دائما على مدار اليوم كل ردود الأفعال اللي موجودة في الشارع المصري، هذه الحكومة هي جزء لا يتجزأ من الشعب، وإحنا دايما بنبقى حريصين على التواجد مع في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل آرائهم ومشاكلهم ونشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونواجه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهاردة في الأزمة العالمية الكبرى اللي إحنا موجودين فيها واللي بنعاني منها، واللي أعتقد إن كتب التاريخ كلها تذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. إحنا بنمر بقالنا أكتر من سنتين بظروف استثنائية، يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءا من جائحة كورونا، وبعديها طبعا بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة لاضطراب سلالس الإمداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21، وبعد كده يعني طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي ليها التداعيات الكبيرة جدا 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 اللي العالم النهاردة بيعاني منها، وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها أكتر، يمكن دي أعلى وأكبر وأضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ أكتر من 50 سنة. فبالتالي الحقيقة أنا كنت حريص كعهدنا دايما منذ بدء هذه الأزمات أننا نكون في فرصة النهاردة أن احنا نوضح لحضراتكم مجموعة كبيرة من الحقائق علشان يبقى كل المواطنين عارفين الدولة المصرية بتتحرك ازاي لدعم وحماية المواطنين، وأيضا ايه رؤيتنا للتعامل مع هذه الأزمة الغير مسبوقة. خلينا نتكلم الأول ونبدأ بموضوع الساعة، وهو الموضوع الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص موضوع السولار. زي ما يمكن قلنا لحضراتكم دائما مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، احنا عندنا جزء بننتجه ونصدره، ولكن ايضا بنستورد الجزء الاكبر من احتياجاتنا باجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا. فده طبعا رقم كبير جدا، ولنا ان نتخيل ان الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021-2022 اللي هو انتهى في 30/6 الماضي، كانت الموازنة محطوطة على اساس ان سعر البرميل من البترول 60 دولار. دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل، وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة في وقت ما عملنا الموازنة، كان هو ده السعر التقديري اللي موجود واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين ان هو ده اللي هيبقى مرشح للاستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30/6 الماضي. وبالتالي انا عايز اوضح هنا نقطة مهمة جدا، ان احنا منذ بدأنا موضوع الاصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق آلية التسعير التلقائي كنا نجحنا فعلا بنهاية 2020 وبدايات 21 ان احنا تقريبا ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط انبوبة البوتاجاز اللي هي دائما طبعا في دعم كبير من الدولة ليها وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جدا، لكن كنا وصلنا بنهاية 2020 ان احنا اصبح تقريبا ما عندناش دعم للمنتجات البترولية، وكنا بنسعر كل انواع البنزين مع السولار بحيث المجموعة مع بعضها بتغطي نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنا برضو ما زلنا بنسعر السولار الرقم اللي هو كان موجود قبل الزيادة امبارح اللي هي 6.75 جنيه، كان ما زال اقل من قيمته، ولكن كان لما نجمع كله مع بعض كله بيغطي نفسه، وبالتالي الدولة ما كانتش بتتحمل اي دعم. لكن ده كان في الظروف اللي احنا زي ما كنا بنقول ان سعر البرميل كان 60 دولار. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل النهاردة طبعا ارتفعت الاسعار نتيجة للحرب بصورة كبيرة جدا، ووصل سعر البرميل زي ما حضراتكم شفتوا الى 120 دولار في خلال الفترة السابقة. يعني معنى كده ان الكلفة زادت على الدولة المصرية الى الضعف. طب هل احنا زودنا زي كل دول العالم او اغلب دول العالم سعر المنتجات البترولية على المواطن بالضعف زي ما حصل في عدد كبير من الدول؟ بالتأكيد لا. احنا كنا حريصين كل الحرص على مدار العام المالي الماضي ان بالذات السولار لا يمس،
وانا عايز بس ادي رقم واضح جدا لكل الشعب المصري. المتوسط سعر السولار، تكلفة سعر السولار او لتر السولار على الدولة المصرية خلال الثلاث شهور الاخيرة، لان احنا لما بنحدد السعر بناخده كمتوسط، ما باخدش سعر النهاردة، باخد متوسط الثلاث شهور الاخيرة عشان نعرف هو بيكلفنا قد ايه. وصلت تكلفة سعر اللتر على الدولة المصرية 11 جنيه لللتر، ببيعه ب 6.75، يعني كده الدولة بتتحمل 4 جنيه وربع.